السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من السعودية من الرياض. نبدأها بالعناوين. فاينانشال تايمز تكشف أن واشنطن قد ترفع حظر مبيعات الأسلحة الهجومية عن السعودية قريبا. السعودية تعين فيصل المجفن أول سفير لها في سوريا منذ عام 2012. حادثة اشتباه تسمم غذائي في السعودية تعيد قصة سلامة تحضير الوجبات للواجهة من جديد. وكأول فيلم سعودي، فيلم نورة يحصل على تنويه خاص في مهرجان كان السينمائي. نبدأ نشرتنا مما كشفته صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية اليوم، بأن واشنطن قد ترفع الحظر الذي فرضته على بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية في الأسابيع المقبلة، وفقا لمسؤولين أمريكيين، مؤكدة أن رفع الحظر عن الأسلحة الهجومية للسعودية هي أحدث إشارة على تحسن العلاقة بين واشنطن والرياض. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن علق بيع مثل هذه الأسلحة للسعودية قبل 3 سنوات بعد وقت قصير من دخوله البيت الأبيض. الصحيفة ذكرت بأن المسؤولين الأمريكيين أكدوا بأن رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية للرياض ليس مرتبطا بالمحادثات الأخيرة بين السعودية والولايات المتحدة. من واشنطن ينضم إلينا ريتشارد ويتس، مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هادسون. سيد ريتشارد، مرحبا بك. في أي سياق يمكن قراءة هذا القرار الأمريكي المرتقب برفع الحظر عن الأسلحة الهجومية عن السعودية اليوم؟ هذا يمثل استعادة للشراكة القوية في المجال الدفاعي التي كانت السمة المميزة للعلاقات السعودية الأمريكية. المملكة العربية السعودية كانت الشريك الدفاعي المفضل للولايات المتحدة، وتلقت العديد من الأسلحة الأمريكية، وتعاونت مع القوات الأمريكية لمكافحة الإرهاب في المنطقة وغيرها. كان هنالك ربما بعض العرقلة لهذا التعاون خلال إدارة بايدن، ولكن الإدارة قررت تصحيح هذه السياسات والعودة إلى الشراكة الطبيعية بين البلدين. والمملكة العربية السعودية بإمكانها الاستفادة من هذه الأسلحة المحافظة على الأمن الإقليمي، وهي أيضا تعني بأن أمريكا بإمكانها تشجيع عملية السلام في المنطقة على وجه الخصوص مع إسرائيل، ولتقليل دور الصين والأطراف الخارجية الأخرى بالمنطقة. هل سيكون من الضروري يعني قبل إقرار هذا القرار المرور على غرفة المشرعين الأمريكيين في الكونغرس؟ أسلوب إجراء الصفقات البيع الأسلحة الكبيرة هو أن مجلس الشيوخ لديه القدرة على منع أو حظر البيع والصفقة، فإذا لم يفعل مجلس الشيوخ شيئا فستمر الصفقة والاتفاق بإمكانها حجبها، ولكن هذا يتطلب الأصوات الغالبية أي أكثر من الثلثين بين المجلس النواب ومجلس الشيوخ والفرعي المشرعين في أمريكا، وهذا نادرا ما يحصل. عادة الفرع الإداري قد تشاور أو البيت الأبيض قد تشاور مع مجلس الشيوخ ليتأكد من إتمام الصفقة، ولكن لا أتوقع أن يحجب مجلس الشيوخ هذا الاتفاق. بعض المشرعين ربما سيحاولون فعل ذلك على أو بشكل رمزي. يعني أنت تقول بأن بالضرورة أن يسبق هذا القرار أيضا تصويت من المشرعين الأمريكيين؟ يمكن أن يتم التصويت عليه، ولكن يبدو أن بعض الأعداء ربما سوف يدفعون تجاه التصويت، ولكن ذلك لن يكون كافيا لحجب هذا الاتفاق. هناك دعم كبير جدا في مجلس الشيوخ. فرض الحظر أصلا على هذه الأسلحة وعلى هذا النوع من الأسلحة كان قرارا رئاسيا محضا من قبل الرئيس جو بايدن. Right.
هذا صحيح، وبالتالي بإمكاني بايدن عكس الاتفاق من دون موافقة مجلس الشيوخ، لأن هذا هو التصحيح لخطأ في السياسة الأمريكية من قبل الإدارة الأمريكية، وبالتالي فإن العديدين في مجلس الشيوخ سيسعدهم إتمام هذه الصفقة. ما جاء في الفاينانشال تايمز يعني يشير إلى أن هذا التطور وهذا الموقف الأمريكي ليس مرتبطا بالمحادثات الثنائية بين الرياض وواشنطن حاليا، يعني التي تأتي في إطار صفقة أضخم سواء كانت بشكل ثنائي أو ثلاثي فيما بعد ذلك، ولكن لا يؤشر ذلك إلى أننا أمام ربما خطوات تمهيدية نحو توقيع هذه الصفقة بين الجانبين؟ نعم، أعتقد بأن تقييمك دقيق، وهو أن هذا أو هذه الصفقة ليست مرتبطة بشكل حصري للتعاون الأمريكي السعودي حول مثلا الطاقة النووية أو الجهود السلام بين السعودية وفلسطين وإسرائيل، ولو لم تحقق كل هذه التقدم ربما لما توصلنا إلى ما وصلنا إليه فيما يخص هذه الصفقة، فهذه بادرة جيدة حول حصول تقدم في مجالات أخرى أيضا. ما نوعية الأسلحة المتوقع رفع الحظر عنها سيد ريتشارد؟ هل يمكن أن تشمل يعني طائرة F-35 مثلا الأمريكي؟ تم مناقشة ذلك، وسيكون منطقي للمكارم السعودية أن تمتلك طائرات F-35-35. السعودية في السابق تلقت أحدث الطائرات أو من الترسانة الأمريكية F-35، يبدو بأنها هي المعيار الجديد لحلف الشمال الأطلسي وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية، فامتلاك طائرة F-35 ستسمح للسعودية بالانضمام إلى العديد من التحالفات إن رغبت بفعل ذلك. إلى أي مدى يمكن أن 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 نقول أيضا أن الطريقة التي تصرف بها الحوثيون اليوم منذ 7 أكتوبر كان لها دور رئيسي أيضا في هذا القرار الأمريكي برفع الأسلحة عن السعودية؟ ربما ساهم، وهذا خطأ آخر ارتكبته إدارة بايدن عندما تولوا الرئاسة، وكانوا يأملون أنه من خلال تقليص الدعم العسكري الأمريكي لمحاربة الحوثيين ربما كانوا يعتقدون أن هذا سيدفع الحوثيين للتنازل بشكل أكبر حول عدة مسائل، ولكن هذه السياسة أثبتت خطأها. الآن نرى أمريكا تستخدم طائراتها الحربية لمهاجمة الحوثيين، ومن غير المنطقي بالتأكيد أن يمنعوا المملكة العربية السعودية أو الإمارات أو شركاء أمريكا الآخرين من امتلاك طائرات ربما قد يحتاجونها لتحقيق الأمن الإقليمي في المنطقة أو في المستقبل كما تفعل أمريكا الآن. شكرا جزيلا لك من واشنطن ريتشارد ويتس، مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هادسون. عينت السعودية فيصل بن سعود المجفل سفيرا لها في سوريا، وكان المجفل يشغل منصب السفير السعودي لدى الكاميرون، وكانت العلاقات أيضا استؤنفت بين البلدين في مايو من العام الماضي، كما أعيد افتتاح السفارة السورية في الرياض في أكتوبر من 2023. وصل أعضاء اللجنة الوزارية العربية أو واصلوا تحركهم الدولي لوقف الحرب في غزة، ووصلوا إلى العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن جولة جديدة تقوم بها اللجنة العربية. وكانت اللجنة بحثت مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في باريس يوم أمس تطورات الأوضاع الخطيرة التي يشهدها القطاع جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، خلال استقبال الرئيس الفرنسي للجنة التي يترأسها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات والممارسات المخالفة للقانون الدولي، كما أكدوا رفضهم سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. من بروكسل ينضم إلينا موفد العربية هاني صفيان. هاني مرحبا بك. هاني، يعني ما أبرز العناوين التي تحملها اللجنة الآن في مباحثاتها مع الجانب الفرنسي في ما يتعلق بتطورات الحرب في غزة والموقف من إسرائيل؟
نعم خالد، قبل أن أتحدث في بداية الأمر عن دور اللجنة الوزارية التي بدأت منذ نوفمبر من العام الماضي، سوف أبدأ من اليوم في انعقاد الاجتماع الاتحاد الأوروبي، وكذلك أيضا هو استكمالا للاجتماع الذي عقد في أواخر أبريل من هذا العام، والذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، والذي يترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وكذلك وزير خارجية النرويج إسبن إيدي، وكذلك 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون تحديدا مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. هذا الأمر أو هذا الاجتماع الذي سوف يعقد في تمام الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي هنا في بروكسل، هو بهدف ضرورة إيجاد أو اعتماد نهج شمولي واضح نحو مسار موثوق لحل الدولتين وفق القانون الدولي والمعايير المتفق عليها بحسب قرارات المجلس الأمن، وكذلك أيضا قرارات السلام العربية. طبعا هذا الأمر يراه المحللون اليوم هنا في بروكسل أنه سوف يكون لصالح الشعب الفلسطيني وكذلك لأمن إسرائيل ودول المنطقة، وسوف يمهد التعامل بشكل طبيعي بين دول المنطقة، إضافة إلى مناقشة أيضا عملية وقف الفوري لإطلاق النار وكذلك إدخال المساعدات في غزة. هذا بشأن ماذا سوف يكون اليوم من اجتماع هنا في العاصمة البلجيكية بروكسل. أما عن حديث اللجنة، وعندما نتحدث عن اللجنة الوزارية، هي ما زالت تقوم بالضغط على الدول في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين. نعم، اليوم حصدت 3 دول، هي إيرلندا والنرويج وكذلك إسبانيا، وما زالت أيضا تقوم بدورها وجولاتها لشرح الوضع الراهن في غزة وكذلك في قطاع رفح، وكذلك الوضع الراهن بالنسبة لإدخال المساعدات التي تحولت من الجسر البري إلى الجسر الجوي، والتي تقوم بها القوات الجوية الأردنية بعد أن تفاقم الأمر في الجسر البري بسبب عرقلة الجيش الإسرائيلي وكذلك المتطرفين الذين قاموا بالهجوم على عدد من الشاحنات خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال أيضا ما رصدناه في ورصد أيضا من خلال وسائل الإعلام والتي أيضا أذاعتها في نشرات ماضية قناة العربية. أنس فيان، موفد العربية من بروكسل، شكرا جزيلا لك. سجلت أسعار النفط العالمي ارتفاعا بنحو 1% إلى جانب خسارة أسبوعية بفعل مخاوف تتعلق ببيانات اقتصادية أمريكية قوية قد تبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يقلص الطلب على الوقود. لقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو إلى 82 دولارا و12 سنتا للبرميل، فيما سجلت العقود الآجلة تسليم أغسطس الأكثر تداولا ارتفاعا عند التسوية بنحو 73 سنتا إلى 81 دولارا و84 سنتا للبرميل. من جدة ينضم إلينا الباحث والمستشار في شؤون الطاقة دكتور يوسف الشمري. دكتور يوسف، مرحبا بك معنا. ماذا لو يعني استمرت مثل هذه الانخفاضات، بمعنى أن الفيدرالي الأمريكي يقرر استراتيجية رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، كيف يمكن النظر لتأثير ذلك على أسعار النفط؟ وهذا ربما ما يخشاه الكثير. أهلا وسهلا أخي خالد، ودائما سعيد في الحديث مع العربية. هو سيناريو وارد، لكن ما أنا لست يعني قلق من هذه الناحية بشكل جدا كبير، لأنه الاستمرار في أنه تكون أسعار الفائدة مرتفعة أوريدي الأسعار أو أن الأسواق ما أخذته بعين الاعتبار. يعني لو نشوف الأسواق المالية العالمية تتوقع أن الفيدرالي يبدأ بالتخفيض ممكن نهاية العام الحالي، فالآثار بدي منعكسة على الأسواق، ورسائل الفدرالي كانت واضحة في اجتماعاتهم الأخيرة. لكن أعتقد هنا في مسألة جدا مهمة، أنه
ايش السياسه اللي تنتهجها اوبك بلس العام الحالي خصوصا من ناحيه التخفيضات الطوعيه والعام المقبل؟ لانه حتى لو كان هنالك في ضعف الطلب من ناحيه سواء انتهجها البدائل الامريكي وكان هنالك في مثلا في ضعف الطلب، اعتقد انه الموازنه بين العرض والطلب اللي ياخذوها المنتجين بعين الاعتبار هي ستكون اللي تحافظ على المستويات اللي نشوفها في الأسعار. وهذا ما أعتقد ما بينه تقرير سيتي بانك في السنة المقبلة، يتوقع أن الأسعار تنخفض نحو 70 و60 دولار، اللي هي أعتقد أنها ما أخذت بعين الاعتبار أنه السياسة اللي حتتهجها المجموعة في العام المقبل. يعني بعد تقريبا أسبوع وأكثر من ذلك قليلا سيكون هناك اجتماع أيضا لأوبك بلس بشأن سياسة إنتاج النفط في الثاني من يونيو. يعني ماذا نتوقع بالضبط من هذا الاجتماع؟ هو الاجتماع طبعا تم الإقرار أنه حيكون يعني عن بعد. أعتقد أهم طبعا هنالك كل السيناريوهات واردة، لكن ما تتوقع أغلب المحللين أنه يكون هنالك في تمديد للتخفيضات الطوعية الحالية اللي تنتهي في منتصف العام حالي، فيتم تمديدها ممكن 3 أشهر كفترة إضافية. أيضا متوقع أنه يناقشوا موضوع اللي هو التعويضات عن الفائض في الإنتاج، لأنه عندنا حوالي العراق وكازاخستان عندهم فائض في الإنتاج ما حوالي قريب من 1,000,000 برميل منذ بداية العام الحاضر، فهذا عامل جدا مهم، وهذا أيضا أحد العوامل أنه كان هنالك في انخفاض الأسعار صوب الثمانينات. العامل الآخر طبعا اللي هنالك أيضا متوقع أن روسيا اللي كان هنالك تخفيضاتها في الحقيقة مطبقة على الصادرات، حاليا ستبدأ في تطبيق هذه التخفيضات لتكون على الإنتاج، فبالتالي سيتساوى الإنتاج السعودي مع الإنتاج الروسي، يكون قريب من 9,000,000 برميل لبقية العام الحالي. أعتقد هذه أهم المواضيع اللي يمكن يناقشها التحالف في الاجتماع المقبل. أيضا هنالك طبعا عاملة اللي هو حالة عدم اليقين حول الاقتصاد العالمي قد يعني تدفع من التحالف أنه يمدد التخفيضات الحالية نحو اللي هو للبقية الفترة المتبقية من العام الحالي. طبعا هنالك في اجتماعات ستكون مقبلة في النصف الثاني من هذا العام، فما نبغى نستبقها، اللي هي تحدد السياسة في 2025، لكن أعتقد السياسة في 2024 نوعا ما ممكن نتوقعها في الوقت الحاضر. شكرا جزيلا لك من جد الباحث والمستشار في شؤون الطاقة الدكتور يوسف الشمري. الرابعة مستمرة فيها بعد الفاصل. حادثة اشتباه بتسمم غذائي في السعودية تعيد قصة سلامة تحضير الوجبات للواجهة من جديد. أهلا بكم من جديد. تشهد السعودية ارتفاعات متنامية في قطاع السياحة، حيث جاءت في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموا في العالم، مدفوعة بتسهيل إجراءات التأشيرة والمشاريع السياحية الضخمة. جهود حثيثة قادتها السعودية لقيادة المشهد السياحي العربي في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، حيث نجحت وزارة السياحة في رفع مساهمة القطاع من نسبة 3% من الاقتصاد السعودي إلى نسبة 4.5% بنهاية العام الماضي، مشيرة إلى أنها تستهدف الوصول بمساهمة القطاع إلى 10% بحلول عام 2030. وكشفت وزارة السياحة أيضا عن أرقام غير مسبوقة تحققت خلال العام 2023، حيث تجاوز عدد سياح الداخل والخارج 100 مليون سائح، وذلك مع نهاية عام 2023، وأنفقوا أكثر من 250 مليار ريال، وهذا يمثل أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل أكثر من 7% من الناتج المحلي غير النفطي. ويأتي هذا الإنجاز بوصول المملكة إلى أكثر من 100 مليون سائح قبل 7 أعوام من التاريخ المستهدف. وأوضحت الوزارة أن قطاع السياحة في المملكة سجل قفزات نوعية كبيرة، حيث بلغ إجمالي السياح من الداخل والخارج 106.2 مليون سائح، محققا زيادة بنسبة 56% مقارنة بالعام 2019،
وزيادة بنسبة 12% مقارنة بالعام 2022. تواصل منظومة السياحة العمل وفق الاستراتيجية الوطنية للسياحة لتطوير مختلف الوجهات السياحية وإثراء تجاربها وتنويع الخيارات أمام السائح المحلي والدولي والارتقاء بمرافق الضيافة وبقية الخدمات المقدمة وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية، بما يسهم في تشكيل مستقبل مزدهر لصناعة السياحة وتعزيز مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية. من سلطنة عمان، أسامة القاسم، العربية. عادت المخاوف من مخاطر تسمم المطاعم إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد إعلان أمانة حفر الباطن شمال شرق السعودية رصد حالات اشتباه بتسمم غذائي يشتبه أن يكون مصدرها أحد المنشآت التجارية. بيان الأمانة أشار إلى أن الفرق الميدانية ومختبر الأغذية اتخذت البروتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات، حيث تم سحب العينات للتأكد من الأسباب وإغلاق إحدى المنشآت احترازيا لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية. المخاوف من حالات تسمم المطاعم تعود إلى الواجهة مجددا، وذلك بعد بيان أمانة محافظة حفر الباطن الذي أكد رصد حالات اشتباه تسمم غذائي يشتبه أن يكون مصدرها أحد المنشآت التجارية، حيث تنتظر الأمانة نتائج المصابين والنتائج المخبرية قبل عقد لجنة متخصصة بالاستقصاء الوبائي. ما حدث من اشتباه لظهور حالات تسمم جديدة في السعودية دفع الناس للتساؤل عن أبرز أسباب التسمم الغذائي في المطاعم، والتي كان أبرزها تلوث الأطعمة وانتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى تناول الأطعمة المكشوفة أو التي لم تطهى بشكل جيد، وكذلك انخفاض مستوى نظافة منطقة إعداد الطعام وسوء تخزين الأطعمة. وبالعودة إلى الحادثة الشهيرة والتي تعرف بقضية تسمم الرياض، والتي راح ضحيتها شخص وإصابة العشرات إثر تسمم غذائي، أكدت نتائج تحقيق رسمي وجود بكتيريا في عينة مايونيز تابعة لإحدى المنشآت الغذائية تسببت في حالات التسمم. كما أصدرت مؤخرا هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بيانا أكدت من خلاله أن ما حدث لن يمضي دون محاسبة لكل من يثبت تقصيره بسلامة الآخرين، مؤكدة أيضا صدور توجيهات من أعلى مستويات القيادة بمساءلة ومحاسبة كل مسؤول أيا كان منصبه قصر أو تأخر في أداء مسؤوليته، وذلك بعد وجود محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلة متعلقة بالقضية أو تواطؤ من مراقبي ومفتشي المنشآت الغذائية حسب بيان مكافحة الفساد السعودية. تنضم إلينا في استديوهاتنا من الرياض اختصاصية الجودة وسلامة ومأمونية الغذاء حنين بخش. سيدة حنين، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. الواجهة يعود موضوع تسمم المطاعم والغذاء في المطاعم من جديد بعد الرياض. اليوم نتحدث عن اشتباه كمان في أحد المطاعم في حفر الباطن، ما الأسباب برأيك؟ والله هو حاليا يمكن هذه الحوادث اللي الآن بتصير يعني هي اللي سلطت الضوء على مجال جودة وسلامة الأغذية، لأنه يمكن سابقا يعني حتى ما كانوا الأشخاص عندهم وعي بمفهوم جودة وسلامة الغذاء. يعني الكل لما بنتكلم عن سلامة الغذاء بيظن إنه هو نفسه الغذاء الصحي أو الغذاء السليم، بينما سلامة الغذاء معناتها إني أنا أقدم لك وجبة غذائية تكون خالية من أي مسببات أو ملوثات للحساسية أو تسممات أو أمراض. تمام. فهنا يعني يمكن خلينا نقول كثير من المنشآت كانت تفتقر للمتخصصين في وجود المشرفين لجودة وسلامة الأغذية في الكيان نفسه، إنه يتابع عمليات التعبئة والتغليف والحفظ والحرارة ويتتبع كل سلسلة العمليات التصنيعية للمادة الغذائية. يعني كثير من المنشآت الغذائية كانت فقط تعتمد على إنه خلاص مثلا أنا عندي أوبريشن، عندي مالي، عندي HR، بس مو كل المنشآت بيكون عندهم الشخص المتخصص اللي يعني من مهامه إنه هو يعني يتابع المواد الغذائية الخاصة. من هو هذا المتخصص؟ لازم يكون في كل مطعم؟ لازم. من هو هذا؟ وش مواصفاته؟ بالضبط. إحنا يعني نطلق عليه
أخصائي أو مشرف جودة وسلامة الغذاء. وهذا مش موجود عندنا في مطاعمنا. خلينا نقول موجود ولكن بندرة، ما فيش وعي على أهمية البوزيشن الوظيفي ده. يعني يمكن بعد الحوادث هذه صار في التفاتة حتى للأشخاص اللي بيمارسوا المهنة هذه، إنه صار في فتحت وظائف كثير لهم حرفيا، إنه صارت المطاعم بتهتم إن هي لا نحن نعين عندنا مشرف أو أخصائي جودة وسلامة أغذية. عادة هدول بيكونوا مثلا خريجين كليات العلوم، مثلا كليات الأحياء، الفيزياء، الكيمياء، التغذية، بيكون عندهم شهادات معينة في مجال سلامة الغذاء، في مجال في برامج الجودة. يعني هي اللي تقوم، هم هذول المفروض يقوموا بالدور الرقابي. بالضبط. أيه. هذول. طيب وين هي الغذاء والدواء في هذه الحالة؟ مش المفروض هيئة الغذاء والدواء؟ طيب. مش هي المفروض تقوم بهذا الدور؟ أي نعم. يعني أنا سؤالي معك. ليش دائما يكون ردة فعل؟ هل بالإمكان إنه نتدارك هذا الموقف أكيد. أو نتحاشى هذه النتائج أكيد. وبالتالي يكون عندنا عمل استباقي للرقابة قبل أن تحصل مثل هذه الحالة؟ بالضبط. أيه. هذا هو بالضبط البوينت اللي إحنا بنتكلم عنه. اليوم سلامة الغذاء هذه مسؤولية مشتركة ما بين ثلاثة جهات، تمام؟ ما بين المستهلك العميل اللي هو أنا وحضرتك، ما بين المطاعم أو المنشآت الغذائية سواء كانت مصانع أو كانت مطاعم أو لونجات، مطاعم سحابية، مطاعم عائمة، كشكات، إيش ما كانت، وما بين الجهات الرقابية المتمثلة في الجهات الحكومية زي ما تفضلت هيئة الغذاء والدواء، وكذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية متمثلة في البلديات والشركات الخاصة اللي بتتعامل معهم سواء إجادة أو غيرها. هو المفروض أن هيئة الغذاء والدواء على الأقل بعد حادثة الرياض أن تعطينا يعني أو تظهر لنا كل ما يقومون به من جهود للمراقبة، لأنه في كثير من الأسئلة تطرح حول هذا صحيح. الموضوع. البعض مثلا يقول بأنه أصلا الدور الرقابي للهيئة ناقص، البعض لا يقول لا. مثلا بأنه عن بعد تقوم بهذا الدور. طيب. وليس حضورية. خلينا نتفق على حاجة. قول يا ستي. أول شيء هيئة الغذاء والدواء النطاق التابع لها في التفتيش والجولات التفتيشية المصانع، تمام؟ لما نجي نتكلم عن الفنادق أو نتكلم عن المطاعم أو اللونجات أو الكافيهات أو العربات أو الفود تراك، تمام؟ أو معامل الأغذية اللي بتكون أصغر من المصانع، هذه تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية، تمام؟ تحديدا في متمثلة في إدارة صحة البيئة اللي هم المفتشين. ما تصير كلها في جهة واحدة ونفتك من هذه القصة يعني. ليش من قبل هنا في المصانع عند أحد يعني ما تشوف إنه أفضل كبير. ما تشوف إنه أفضل يكون في على الأقل دمج بين هذه الجهتين، في تعاون ما بين الجهتين، ولكن إيش قلت لك؟ يعني اليوم المسؤولية هذه بتقع على ثلاثة جهات. الآن حاليا قبل يمكن ما لها أسبوع الآن وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت معايير حديثة جديدة، تمام؟ معايير فنية لدليل سلامة الأغذية، قسمت المنشآت الغذائية تقريبا إلى ما يقارب 20 تصنيف، تمام؟ موجود كل المتطلبات سواء التراخيص، سواء المباني، سواء النظافة، العمليات التصنيعية، اشتراطات المساحات، المباني، يعني كل البيئة المحيطة اللي تخدم وتساعد في خلينا نقول خروج مادة غذائية آمنة وسليمة. ولكن اليوم أنت لما تجي تتكلم عن الأغذية أنت لابد في عندك مجموعة من النقاط، تمام؟ يعني اليوم أنا كصاحب عمل، لو أنا اليوم مثلا حقول لك أنا صاحب مطعم أو أنا صاحب منشأة غذائية، تمام؟ أنا علي بعض المترتبات إني أنا لابد إني زي ما قلت لك أنا مو بس إني أنا أختار أفخم أنواع الخامات الغذائية ولا أجيب أفضل الطهاة ولا أجيب أفضل الشيف أو إني مثلا أوفر أفضل المعدات والمكاين، لا، لابد إني أنا أجيب المتخصصين اللي يشرفوا على العمليات التصنيعية اللي عندهم خلفية ممتاز. يعني هو يقدر يحكم يقول لك والله مثلا زي ما تفضلت أنا لو عملت الإجراء 1 2 3 أنا هنا حأمنع حدوث الأخطاء، أنا هنا راح مثلا لو حصل خطأ أعرف كيف أتداركه، أعرف كيف أحط البروتوكول أو الإجراء التصحيحي لهذا الخطأ بحيث أنه ما يتكرر معي بعد كده. شكرا جزيلا لك اختصاصية الجودة وسلامة بابونية الغذاء حنين بخش. الله يعطيك العافية. أعلن الأمن العام السعودي القبض على 3 وافدين من الجنسية المصرية يحملون تأشيرة زيارة بتهمة الترويج لحملات حج وهمية تضمنت توفير سكن ونقل للحجاج من مخالفي الأنظمة ممن لا يحملون تصاريح الحج
وجراء إيقافهم من قبل شرطة منطقة مكة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. باقات جديدة تنوي وزارة الحج والعمرة الإعلان عنها خلال الأيام القادمة حسب مصادر مطلعة، حيث تعنى الباقة الأولى بحجاج مكة فقط وتسمى باقة اليوم الواحد، فيما الباقة الثانية هي باقة اقتصادية مطورة بتخصيص السكن في أحد الأحياء المجاورة للمشاعر المقدسة في فندق مصنف 3 نجوم. وستطبق الباقة الثالثة للمرة الأولى هذا العام، حيث سيكون السكن في أبراج مشعر منى السكنية الجديدة. سلطان السلمي مراسل العربية ينضم إلينا من المشاعر في مكة المكرمة. سلطان، أهلا وسهلا بك، ما الجديد لديك؟ نعم خالد، بالفعل تتجه وزارة الحج والعمرة السعودية خلال اليومين القادمين عن إعلان عن 3 باقات جديدة، ونتحدث عن الباقة الأولى وهي باقة مهمة جدا لقاطني مكة المكرمة لحجاج الداخل تحديدا، وكذلك نتحدث عن عملية نقل سوف تكون عبر مقرات خارج المشاعر المقدسة، ثم سوف يتم نقلهم عبر حافلات إلى مشعر عرفات مباشرة، ومن ثم نقلهم إلى مسارات أخرى عبر مسارات أخرى إلى مشعر مزدلفة، ومن ثم إلى الجمرات، وبعد ذلك يطلعون أو ينتقلون إلى خارج المشاعر إلى منازلهم تحديدا، ومن ثم يتم إكمال رمي الجمرات عبر عمليات نقل محددة. هذه العملية سوف تخف بشكل كبير من عمليات دخول الحجاج ساكني مكة تحديدا إلى أداء مناسك الحج بشكل غير نظامي. تتراوح أسعار هذه الباقة قرابة 3500 ريال. أما فيما يتعلق بالباقة الاقتصادية، نتحدث أن باقة سوف تتراوح أسعارها قرابة 4500 ريال. سوف يتم تسكين هؤلاء الحجاج خارج مشعر منى في فنادق مصنفة 3 نجوم تقع بالقرب من مشعر منى ومشعر عرفة، سوف يتم نقلهم عبر كذلك حافلات ومسارات مخصصة. الباقة الاقتصادية المطورة سوف يبلغ سعرها قرابة 10,000 ريال. سوف يتم تسكينهم في الأبراج الجديدة اللي سوف نستعرضها معكم. هذه الأبراج السكنية عبارة عن 10 أبراج رئيسية سوف يتم تفعيلها وتسكين حجاج بيت الله الحرام هذا الموسم في هذه الأبراج. لماذا تم أو لم يتم الإعلان عنها بشكل مبكر؟ نظرا إلى عدم جاهزيتها في وقت سابق خلال يومين بعد جهوزها خلال يومين القادمين سوف يتم الإعلان عن هذه الباقات الجديدة. فيما يتعلق بالاستعدادات العامة داخل مشعر منى، هنالك أعمال كبيرة وجهود كبيرة يتم العمل عليها من قبل شركات الحج وكذلك الجهات الرقابية العامة للتأكد من وسائل الأمن والسلامة وكذلك من تطبيق كافة الشروط. أيضا أعداد كبيرة وصلت إلى مكة المكرمة خلال الأيام الماضية. أيضا نتحدث كذلك عن عدد كبير من الحجاج كانوا قد وصلوا إلى المدينة المنورة استعدادا لبدء مناسك الحج. أيضا فيما يتعلق بالمساحات، تم تخصيص مساحة إضافية قرابة 13% في مشعر منى لاستيعاب أي أعداد إضافية أخرى تحديدا فيما يتعلق بهذه الباقات التي سوف يتم الإعلان عنها خلال اليومين القادمين. شكرا لك سلطان السلمي مراسل العربية من المشاعر المقدسة. والرابعة أيضا مستمرة فيها بعد الفاصل. كأول فيلم سعودي، فيلم نورة يحصل على تنويه خاص في مهرجان كان السينمائي. نورة، إيش عندك؟ الخبز احترق. أهلا بكم من جديد. حصل الفيلم السعودي نورة لمخرجه توفيق الزايدي على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما في الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي. نورة هو أول فيلم روائي سعودي طويل يتم تصويره بالكامل في منطقة العلا ويشارك رسميا في مهرجان كان السينمائي. الفيلم من بطولة يعقوب الفرحان وماريا بحراوي وعبدالله السدحان وكتابة وإخراج توفيق الزايدي، وسبق وحصل سيناريو الفيلم على جائزة من مسابقة ضوء للأفلام والتي تنظمها هيئة الأفلام السعودية. من جدة تنضم إلينا محررة الشؤون الفنية في العربية سؤال وعل. هلا يا سؤال. سؤال، وش معنى تنويه خاص في مهرجان كان؟ التنويه الخاص هو يعني إشادة وتقدير بالعمل، لأنه ما يكون العمل أخذ جائزة
لأنه في معايير فنية يعني يتم منح الجواز على أساسها، يتفق عليها أعضاء لجنة التحكيم. بعض الأحيان يعني يكون في فيلم محتارين بشأنه، في مثلا أفلام أخرى تفوقت عليه من ناحية مثلا تكامل هذه المعايير، أو مثلا درجاته كانت أفضل، أو اتفقت عليه آراء أكبر، بس هذا الفيلم كمان كانوا حابين لو يأخذ جائزة فيعطوه إشادة وتقدير تنويه خاص، وهذا مرة مهم لأنه طبعا كمان هذا معناها أنه هو كان أحد الخيارات من أجل الجوائز الفيلم. يعني هي جائزة لها طريقة وإجراءات وقسم ومحكمين وأعضاء لجنة، أليس كذلك؟ هو في مهرجان كان في أقسام عديدة، فيلم نورة كان في قسم نظراما، نظراما في عدة أفلام، وكان أكيد يعني دائما لجان التحكيم لما تشوف عدة أفلام تحتار أنه مثلا أعطي الجوائز لمين. في بعض الأحيان يعني تتكافأ الأفلام، يعني يحسوا أنهم محتارين يأخذوا هذا الفيلم أو هذا، في جائزة ما يكون في حيرة، ما هم عارفين يختاروا، فبسبب المعايير وبسبب يعني ربما تراوح عدد الأصوات فيعطوا جائزة للفيلم، بس يمنحوا الفيلم الآخر تنويه عشان يعرف هذا الفيلم أو صانع هذا الفيلم أنه أنت كمان كنت جدا فيلمك جيد وكان ممكن يحصل على الجائزة. تعتقدين وش اللي كان الإشادة والتقدير؟ وش اللي كان يميز هذا الفيلم حتى يحصل على هذا التقدير أو على هذا التقدير من أو التنويه الخاص من مهرجان زي مهرجان كان العالمي؟ الفيلم أول شيء الأداءات مرة جيدة، أنا كنت كتبت عن الفيلم من أول، يعني الفيلم أداءات جيدة جدا لكل النجوم، حتى عبد الله السدحان تشاهده برغم أنه الدور مش غريب عليه، لكن أداؤه في هذا الدور في هذه الشخصية كان أفضل كثيرا من أي أدوار مشابهة لعبها سابقا، يعقوب، ماريا، حتى ماريا بما أنه هي أول تجربة لها لكن كان أداءها جدا رائع، كمان معهم عايشة كاي، يعني كلهم كانوا صراحة رائعين، فالأداءات كانت جيدة بالإضافة للصورة والكوادر، يعني توفيق كان مختار كوادر مرة حلوة، الصورة كانت عالية جودة. أنا شفت الفيلم بالكامل في مهرجان البحر الأحمر، وعلى فكرة هو الفيلم أصلا أخذ كمان جائزة بمهرجان البحر الأحمر، كانت برضو جائزة من فيلم العلا أفضل فيلم. الانطباعات العامة عن الفيلم من خلال مهرجان كان أيضا كيف ممكن ننظر لها؟ يعني انتشرت صور كثيرة لحضور الممثلين في الفيلم وطاقمه بشكل عام، كانت صور يعني بتدعو للفخر حقيقة في واحد من أهم المهرجانات على مستوى العالم. أول شيء نحن ما شفنا ولا مقال تم انتقاد الفيلم فيه، وهذا معناه أنه كان في انطباع جيد عن الفيلم، في رضا نقدي وجماهيري، لأنه مهرجان كان مميز كمان بعدد الجمهور الكبير اللي يحضروا، بالإضافة للنقاد والصحافة من كل مكان بالعالم، إنك أنت تشوف فيلم فما يكتب عنه انتقادات، ولا حتى شفنا مثلا تغريدة على إكس أو على الفيسبوك مثلا بوست يتكلم عن الفيلم بشكل سلبي، إذن الفيلم أثار إعجاب الجميع، هذا أول شيء. ثاني شيء هم وقفوا للتصفيق 7 دقائق بعد الفيلم كمان، هذا كان يعني نحن كنا عارفين أن الفيلم أكيد حياخذ جائزة أو تنويه لأنه كان واضح إعجاب الناس بالفيلم، بالإضافة لأنه لو قارنت ما بين الاحتفاء بفريق عمل الفيلم في نورة يعني والاحتفاء بالأفلام الثانية تجد اهتمام يعني مرة مختلف بنورة، يعني الصحافة ملتفة حول نورة فعلا على الريد كابت، كان في اهتمام كبير بالفيلم، فواضح أنه التجربة فعلا زي ما حنا اليوم مهتمين كمان بمشاركتك ودخولك عالم السينما من أوسع أبوابه في فرسان جراح يسوع. أيوه أنا تقدر مريعة. أيوه. ما أعطوك فلوس فيها. أيوه. إلا أكيد. كثير؟ لا لا حتى بسيطة رمزية. بالتوفيق، ألف شكر لك. سهال وائل محررة الشؤون الفنية في العربية من جدة. نختم الآن بالعناوين. فاينانشال تايمز تكشف أن واشنطن قد ترفع حظر مبيعات الأسلحة الهجومية عن السعودية قريبا. السعودية تعين فيصل المجفل الأول سفير لها في سوريا منذ عام 2012. حادثة اشتباه التسمم الغذائي في السعودية تعيد قصة سلامة تحضير الوجبات للواجهات من جديد. كأول فيلم سعودي، فيلم نورة يحصل على تنويه خاص في مهرجان كان السينمائي. لازم إلى اللقاء. رقم 8-0 أشعر مركز القيادة الوطني، لدينا عمل في منطقة عملية بيع وشراء لمخدر الشبو، استلمت 8-0. عموم الدوريات الهدف حذر، احتمال يكون مسلح، انتبهوا جميعا.
استلمته؟ بس يعني كرات السيارة جيب صار بلون أسود في 2005 رقم معه. العلم هذا بيكون لابس ثوب وقحفية. هذا اللي أربعة ساعة منصقفة ورد لنا بلاغ من إدارة العاصمة المكافحة مطلوب دورية الخط. أيضا سوف يتم إسناد البلاغ عن طريق نجم الأعمال. سلامة البلاغ من 2-4 ساعة بيتم إسناد لهم الدورية. دورية القفز داهم داهم داهم.